مخرج للصيني ومخرج للصيني الإيغوري. الحياة هناك في تركستان عموما للشاب الإيغوري، لنفرض أنا قلت لك لما قلنا شاب إيغوري، صحيت من نومي عندي بطاقة هويتي، طلعت من البيت بطلع الدوام، وأنا طالع رحت المخبز بأخذ لي فطور. عند المخبز في تشيك إن، ما تدخل المخبز، في سكيورتي واقف تحط التشيك إن وبعدها تدخل. طلعت من المخبز رحت مثلا السوبر ماركت، تحط التشيك إن عشان تدخل السوبر ماركت، بعدها تروح الدوام تحط التشيك إن، تطلع من الدوام تسوي تشيك إن، تروح المطعم تسوي تشيك إن، تروح البازار تسوي تشيك إن. إذا حصل عندك محتوى إسلامي في الجوال رحت فيها